أن تكون حرا هي إرادتك بالحرية في داخل نفسك، فالحرية لا تصدر بمرسوم، والحرية لا تعطى، إنها تماما كالينبوع الذي يتفجر من أعماق الأرض ليفرض نفسه. فالينبوع عندما يتفجر لا يأخذ رأي هذا ولا يأخذ رأي ذاك، ولا يتقبل أي اعتراض من أرض جديبة هنا أو أرض خصبة هناك. هو يعطي لأن العطاء سر ذات الينابيع، والشمس تعطي النور والدفء والحرارة والحياة لأن ذلك سرها. والإنسان في إنسانيته التي تمثلها حريته، حرية أن تقول لا عندما تكون لا فكرك، حتى لو قال العالم نعم، وأن تقول النعم لو كانت النعم فكرك، حتى لو صاح العالم كله لا. ليست المسألة أن تكون أنانيا، ولكن المسألة أن تكون إنسانيا تستمع إلى العالم. هذا يفكر بطريقة وتناقش تفكيره، وذاك يفكر بطريقة وتناقش تفكيره، ثم تحاول أن تؤصل فكرك من خلال ما تملك من معطيات الفكر. ولذلك أن تكون إنسانا يساوي أن تكون حراً.